اليوم موجودين في الراحة هايبر ماركت، عندهم فرعين في قلعة العوامر وفي بركة الموز. وللعلم وانت طالع قبل الأخضر أو رايح لصلالة تسوق، لأن العروض اللي موجودة عندهم ما راح تحصلها، ولعلمك فقط لمدة 5 أيام وبعض الأشياء لمدة 3 أيام. ما شاء الله، هذه ما خيمة، هذه مجلس 5 في 5 وسهل التركيب، يعني ما فيها حدايد، سهل التركيب. وبكم؟ 35 و700. لا تفوتك. دايماً عاني من مشاكل دورات المياه، حبيبي شلها معك في سيارتك، خيمة وكرسي وشطاف، بكم؟ 15 ريال و500. تخيل معي أرز حلفين ب 19 ريال و900، أو عيش الرهيب صار ب 19 ريال و935 كيلو. جميل في الراحة هايبر ماركت، أي منتج داعم للكيان الصهيوني راح تحصل هذه العلامة، ويحذرك أن هذا داعم للكيان الصهيوني. 1500 ملي ب 950 للطبخ، ولا يفوتك عرض مياه كليف 250 ملي ب 390 فقط لمدة 3 أيام بريالين و990. دقاق هلال 1100 جرام فقط بكم؟ ب 10 ريال و990. كثير من الناس تدور حمضيات، مشروبات غازية حمضيات، أبشرك الراحة هايبر ماركت قابوا براند سعودي وهم الوكلاء لهذا البراند، وعندهم تقريبا 5 نكهات. ولا تفوتكم عروض الويكند في الراحة هايبر ماركت، الخميس والجمعة والسبت كل ويكند عندهم عروض طيبة، وكثير من العروض بانتظاركم.